الشاب عنده احتياجات، عنده احتياجات نفسية، واحد يشبع هذه الحاجات. مثلا من الحاجات النفسية اللي علماء النفس يأكدون عليها جدا التكريم. الشاب يحتاج إلى تكريم. إحنا ننظر إلى أولادنا وكأنهم لن يكبروا أبدا، لأن إحنا كل ما نكبر هم كل ما يكبرون، إحنا نكبر أكثر منهم، فإحنا نعامل ويا مع هذا الطفل اللي كان عمره 5 سنوات. لا، هذا رجل صار، هذا كبير، واحد يكرمه يحترمه. هنالك دراسة قام بها عالمان من علماء النفس، راجعوا كتاب علم النفس الاجتماعي، ذكر أن 91% من الشباب المنحرفين وفقا لتجاربهما كانوا من الذين يعانون اختلالات عاطفية. تكريم يحتاج، هاي حاجة، مو فقط يحتاج إلى أكل، الحاجة إلى التكريم. يعني واحد يقوم الابن هذا بي إشكال، واحد يبدأه بالسلام هذا بي إشكال، واحد يحترمه، واحد يقدره. بالنتيجة هذا الشاب هو المستقبل القريب، وهو الرابط بيننا وبين المستقبل البعيد. ذولا الآن اللي بيدهم الأمور منو كانوا؟ هم الجهال اللي كانوا يلعبون بالشوارع قبل 23 سنة، 24 سنة. يكبر واحد يكرم هذا الشاب. في الروايات، لاحظوا الرواية تقول الولد عبد، هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، الولد سيد 7 سنين. 7 سنوات بعد يفعل ما يحب، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين، يعني في 7 الثالثة، يعني من 15. هذا وزيرك، يعني شنو الوزير؟ الوزير يعني تعتمد عليه، تشاوره في الأمور، تودي وياك، تجيبه، تنقل له التجارب، هذا معنى الوزير. ووزير 7 سنين، من عمره عندما يكمل 14 سنة، 15 سنة هذا يصير وزيرك. هذا نوع من التكريم. وفي رواية أخرى، هاي الرواية الثانية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وألزمه نفسك 7 سنين، 7 الثالثة، يعني دائما وياه، أنقل إلى التجارب. بعدين أكو حاجات بدنية، تزويج الشباب، تزويج الآباء الذين ربما بعضهم يتساهلون في هذه القضية، هذا احتياج، يجب إشباع هذا الاحتياج. الآباء بعضهم عقدوا القضايا، واحد يسهل القضايا بالمقدار الممكن. حبذا إذا مجموعة من المؤمنين يسوون لجان لتسريع هذه القضية، لحل مشكلات هذه القضية. الآن في المنطقة الشرقية أكو تجربة جيدة رائدة ناجحة في الزواج الجماعي، مجموعة من المؤمنين لجنة يزوجون 50 شاب، صارف تنخفض. بعد الأب ما يقول ما أقدر، الشاب يقول ما أقدر، الفتاة تقول ما أقدر. وهذه التجربة أيضا بدأها الوالد قبل حوالي يمكن 20 عام في قوم وفي طهران. في مرة من المرات زوجوا كما نقل لي 1000 واحد أو 2000 واحد في ليلة واحدة. الزواج الجماعي.